اليوم العالمي للممرضين والممرضات اللي كيوافق 12 ماي من كل سنه، بغيت نوجه واحد الرساله ديال الحب والتقدير والامتنان والشكر لجميع الممرضين والممرضات، سواء المرابطين بخلايا كوفيد او بباقي اقسام المستشفيات، وكذلك الممرضين والممرضات ديال المراكز الصحيه الحضريه والقرويه والادارات الصحيه. وبغيت ناكد على الدور المهم اللي كيقوموا به الممرضات والممرضين في المنظومه الصحيه بشكل عام، وفي هذه الظرفيه هذه ديال هذه الجائحه الوبائيه الخطيره بشكل خاص، بحيث حسب المنظمه العالميه للصحه فال 80% من العلاجات المقدمه للمرضى ديال كوفيد كيقوموا بها الممرضين والممرضات. بطبيعه الحال ما نساوش الدور المهم ديال 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 الاطر الطبيه والاداريه، وكذلك عاملات النظافه، حراس الامن الخاص اللي حتى هما عندهم واحد الدور مهم في هذه الجائحه هذه. وبهذه المناسبه بغيت نشكر الجامعه الوطنيه للصحه للاتحاد المغربي للشغل UMTI التي اختارت تخليد هذا اليوم العالمي للممرضين والممرضات تحت شعار الممرض ولا الممرضون المغاربه في قلب مواجهه معركه كورونا. ذلك اكدت على ضروره الاستجابه للمطالب الانيه والمستعجله للممرضين والممرضات، وعلى الراس ديالها التحفيز والتعويض المادي الخاص بجائحه كورونا، كذلك التعويض العادل والمنصف عن الاخطار المهنيه، الاسراع باخراج مصنف الكفاءات والمهن للممرضين، كذلك احداث الهيئه الوطنيه للممرضين وتقنيين الصحه، وكذلك شروط ترقي عادله وتراعي خصوصيات القطاع، مع الترقيه الاستثنائيه للممرضين ذوي سنتين من التكوين، والادماج الفوري لجميع المعطلين من ممرضين وممرضات. كما أطالب بتحسين الأوضاع المهنية والإدارية والمادية للجسم التمريضي، وكذلك الاعتراف بدورهم المهم في المنظومة الصحية ببلادنا. العام وجميع الممرضين والممرضات المغاربة والممرضين والممرضات ديال بقاع العالم بألف ألف ألف خير، وكنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين منهم اثناء مزاوله العمل ديالهم والواجب ديالهم الوطني والمهني، وكنطالبوا بوزاره الصحه باش تعتبرهم ضحايا لحوادث الشغل والامراض المهنيه، والتكفل بهم اجتماعيا ماديا نفسيا وصحيا. وفي انتظار ان البلاد ديالنا تجاوز هذه الاوضاع وتجاوز هذه الجائحه، كنتمنى الصحه والسلامه للجميع. ومرة أخرى تحية حب، تحية تقدير، تحية عرفان، وتحية افتخار واعتزاز للانتماء لهذا الجسم التمريضي باختلاف التخصصات ديالو وباختلاف الانتماء ديالو. ودمتم للنضال الأوفياء.